بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 90. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامج اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله. يشرح الكتابة في هذه الحلقات صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع هذا اللقاء نرحب بشيخنا الكريم، فحياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. قال المؤلف رحمه الله بعدما ذكر الأحاديث في فضل قريش: وعلم أن الأحاديث في فضل قريش ثم في فضل بني هاشم فيها كثرة، وليس هذا موضعها، وهي تدل أيضا على ذلك، إذ نسبة قريش إلى العرب كنسبة العرب إلى الناس، وهكذا جاءت الشريعة كما سنومئ إلى بعضه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا زالت مسألة تفضيل العرب على غيرهم من الشعوب لا زال البحث فيها مستمرا، كعادة الشيخ رحمه الله، أنه إذا تناول موضوعا أفاض فيه واستقصاه من جميع الجوانب، وقد يخرج منه وهو يقول: لبسط هذا الكلام موضع آخر. من سعة علمه رحمه الله وتبحره في الفنون. هذه المسألة تقدم الكلام فيها كثيرا، تبين من خلالها أن العرب أفضل الشعوب من حيث الجملة لا من حيث الأفراد، وفضلهم ليس لكونهم عربا كما يفهم القوميون، نعم، وإنما فضلهم لما يؤدونه نحو البشرية من خير، لما بعث الله فيهم خير رسول وأنزل عليهم خير كتاب وأهلهم للقيام بدعوة البشرية إلى الخير: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف تنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. لهذه الصفات صاروا خير أمة أخرجت للناس، والعرب يتفاضلون فيما بينهم، وأفضلهم بنو إسماعيل، وأفضل بني إسماعيل قريش، وأفضل قريش بنو هاشم، وخير بني هاشم وأفضلهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فبنو هاشم في قريش كالعرب في سائر الشعوب، فهم خيار من خيار، وخيرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: فإن الله تعالى خص العرب ولسانهم بأحكام تميزوا بها، ثم خص قريشا على سائر العرب بما جعل فيهم من خلافة النبوة وغير ذلك من الخصائص، ثم خص بني هاشم بتحريم الصدقة واستحقاق قسط من الفيء إلى غير ذلك من الخصائص. نعم، الله جل وعلا خص العرب
من بين الأمم بهذه المهمة وهي تحمل الرسالة الخاتمة والقيام بها دعوة وجهادا حتى بلغت المشارق والمغارب، وما ذاك إلا على أيدي المسلمين من العرب الذين قاموا بهذا الدين بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وعاضدهم من آمن من الشعوب الأخرى ومن الأمم الأخرى، عاضدوهم وصاروا منهم وتعلموا العربية وصاروا أئمة في اللغة وأئمة في الحديث وأئمة في التفسير وأئمة في كل الفنون بسبب هذا الدين، وإلا فإنهم كانوا من قبل ليس عندهم إلا فلسفات وعقليات وأشياء لا تسمن ولا تغني من جوع. فما امتاز من العجم، ولا امتاز من امتاز من العرب إلا بهذا الدين الذي شرف الله به هذه الأمة المحمدية، وخص الله قريشا بأنها كانت الخلافة فيها بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كان الخلفاء الراشدون من قريش، وكانت دولة بني أمية من قريش، وكانت دولة بني العباس من قريش، فما زال الأمر فيهم بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن استوزر آخرهم ثلة من الملاحدة ومن الباطنية كالعلقمي كابن العلقمي ونصير الكفر الطوسي وغيرهم ممن خدعوا الخليفة وجروا عليه العدو من التتار، حصلت النكبة العظيمة وزال ملك بني العباس. عند ذلك تقطعت الدولة الإسلامية إلى دويلات صغيرة، ولكن الشأن في أن هذا الأمر كان في قريش إلى سقوط دولة بني العباس، فهذا مما يدل على فضل هذه القبيلة إذا حملت رسالة محمد صلى الله عليه وسلم لمجرد نسبها وقربها من الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما لما تقوم به وما تبذله للبشرية من خير وقيادة راشدة. نعم. السلام الله عليكم. قال رحمه الله: فأعطى الله سبحانه كل درجة من الفضل بحسبها، والله عليم حكيم. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، والله أعلم حيث يجعل رسالته. نعم، لا اعتراض على الله جل وعلا، وهو حكيم عليم، يضع الأمور في مواضعها، ولهذا اختار العرب لحمل رسالته، اختار منهم قريشا، واختار من قريش بني هاشم، واختار هذا الرسول من بني هاشم، لأنه يعلم سبحانه وتعالى أهلية من اختارهم. ربك يخلق ما يشاء ويختار. الله أعلم حيث يجعل رسالته. هذا رد على الذين قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، فهم يقولون نحن مثل رسل الله، كلنا بشر، فلماذا لا نكون كلنا رسل؟ من باب القياس الفاسد. الله جل وعلا رد عليهم بهذا الرد المفحم، أن هذا الفضل من الله، لا اعتراض عليه سبحانه في ملكه ولا في اختياره، كما أنكم أنتم لا ترضون أن يعترض عليكم أحد في اختصاصكم
وما تملكونه، كيف تعترضون على الله مع أنكم أنتم جهلة وأغيار وقد تضعون الأشياء في غير موضعها؟ أما الله جل وعلا فإنه حكيم عليم، لا اعتراض عليه سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: وقد قال الناس في قوله وإنه لذكر لك ولقومك وقوله ولقد جاءكم رسول من أنفسكم أشياء ليس هذا موضعها. نعم، الناس أخذوا من قوله تعالى وإنه لذكر لك، أي القرآن، ذكر يعني شرف، وذكر حسن وثناء حسن فيما بعد، وكان كذلك، فهذا القرآن في قمة الفصاحة والبلاغة والشمول والمعاني الجليلة، فهو معجز من كل وجه. وكذلك ولقومك، يعني لقبيلتك أو قبيلك وهم العرب، فنزول القرآن، هذا القرآن العظيم بلسانهم، هذا تشريف لهم وذكر لهم، يستحقون به المدح إذا استقاموا عليه وبلغوه للناس، فهو شرف للرسول صلى الله عليه وسلم وشرف لقومه إذا استقاموا عليه. ولهذا قال: وسوف تسألون، سوف يسألكم الله يوم القيامة عن هذا الدين وعن هذا الرسول، ما الذي فعلتموه نحوهما؟ نعم. وفي قوله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، وفي قوله تعالى لقد، ممتنا على العرب، لقد جاءكم رسول من أنفسكم، أي من جنسكم، من أنفسكم أي من جنسكم، عربي مثلكم ومن قبيلكم، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين، رؤوف رحيم. يجمع هذه الصفات العظيمة التي أولها أنه من أنفسكم أي منكم ومن نسبكم، فهذا شرف للعرب لو أنهم قدروا هذه النعمة كما قدرها أسلافهم ومن قام بهذا الأمر من العرب. نعم. قال: ومن الأحاديث التي تذكر في هذا ما رويناه من طرق معروفة إلى محمد بن إسحاق الصغاني: حدثنا عبد الله بن بكر السهمي، حدثنا يزيد بن عوانة عن محمد بن ذكوان خال ولد حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إنا لقعود بفناء النبي صلى الله عليه وسلم، إذ مرت بنا امرأة فقال بعض القوم: هذه ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أبو سفيان: مثل محمد في بني هاشم مثل الريحانة في وسط النتن. فانطلقت المرأة فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يعرف في وجهه الغضب، فقال: ما بال أقوال تبلغني عن أقوام؟ إن الله خلق السماوات سبعا فاختار العلا منها وأسكنها من شاء من خلقه، ثم خلق الخلق فاختار من الخلق بني آدم، واختار من بني آدم العرب، واختار من العرب مضر، واختار من مضر قريشا، واختار من قريش بني هاشم، واختارني من بني هاشم، فأنا من خيار إلى خيار، فمن أحب العرب فبحبي أحبهم، ومن أبغض العرب فببغضي أبغضهم. نعم، هذا الحديث مما يدل على فضل بني هاشم، وذلك أن هذه المرأة وهي بنت الرسول صلى الله عليه وسلم مرت بملأ من المسلمين جالسين بفناء الرسول صلى الله عليه وسلم، أي حول بابه عليه الصلاة والسلام، ينتظرونه ليلازموه ويستفيدوا منه صلى الله عليه وسلم.
ولتقر أعينهم برؤيته، فليس هناك شيء أحب إليهم من رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم ومجالسه. فمرت امرأة فعرفوها، قالوا هذه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتكلم رجل من بني أمية هو أبو سفيان بن حرب، فقال: ما مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بني هاشم إلا كالشجرة في مثل الريحانة في وسط النتن، مثل الريحانة يعني الشجرة طيبة الرائحة في أرض النتن. هذا من باب الغمط لبني هاشم، لأنه كان بين بني هاشم وبني أمية وبني مخزوم منافسات فيما بينهم كعادة العرب، أنهم يتنافسون فيما بينهم ويتفاخرون. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم غضب غضبا شديدا، لأن هذا من العنصرية، لأن هذا الكلام من العنصرية، والله جل وعلا جعل المؤمنين إخوة، ليس بينهم عنصريات وليس بينهم مفاخرات، كلهم إخوة على حد سواء. هذه لا شك أنها كلمة خاطئة أنكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم وضح فضل بني هاشم وأنهم خيار، هم خير قريش، وقريش خير بني مضر، وبنو مضر خير من العرب، والعرب خير من الأعاجم. إذن فبنو هاشم في أعلى الخيار من هذه الخيارات، فهذا رد على من يغمطهم ويتنقص من قدرهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم إنما قال هذا ليرجع الفضل إلى ذويه، ومن باب الإنصاف والعدل، مع أنه لا ينبغي إثارة مثل هذه الأمور بين المسلمين. نعم، أحسن الله إليكم. قال: وأيضا في المسألة ما رواه الترمذي وغيره من حديث أبي بدر، أقول مع أنه لا ينبغي إثارة مثل هذه الأمور بين المسلمين إلا إذا اقتضى الأمر ذلك، وهذا هو الذي حمل الرسول صلى الله عليه وسلم، أراد بذلك الإنصاف والعدل، وأن يبين الفضل لذويه لا من باب الافتخار. نعم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قاله بيانا لا ابتداء. اي نعم، صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وأيضا في المسألة ما رواه الترمذي وغيره من حديث أبي بدر شجاع بن الوليد عن قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن سلمان رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا سلمان لا تبغضني فتفارق دينك. قلت: يا رسول الله كيف أبغضك وبك هداني الله؟ قال: تبغض العرب فتبغضني. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي بدر شجاع بن وليد. نعم، هذا الحديث على غرابته في سنده، والغريب هو ما تفرد به راو واحد، هذا هو الغريب. فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسلمان الفارسي من أوائل السابقين الأولين المهاجرين والأنصار، قال له لا تبغضني، قال له لا تبغضني فتفارق دينك. نعم، لا تبغضني. فهل يتصور أن سلمان رضي الله عنه يبغض الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الذي تحمل المشاق ليراه ويؤمن به وجاء من بعيد وتحمل المشاق حتى من الله عليه بما أراد ولقي الرسول صلى الله عليه وسلم وآمن به، في قصة معروفة من إسلام سلمان. النبي صلى الله عليه وسلم بين له كيف يبغض الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه يبغض قريشا. نعم، قال: تبغض العرب فتبغضني، تبغض العرب، أنه يبغض العرب
لأن الرسول صلى الله عليه وسلم من العرب وسلمان من الفرس، فلا يحمله كونه من الفرس أن يبغض العرب كعادة الشعوب والشعوبيين الذين يبغضون العرب. فلو أبغض العرب لأبغض رسول الله صلى الله عليه وسلم، من باب لا من باب المباشرة، وإنما من طريق غير مباشر. نعم، والشرع جاء بسد الوسائل التي تفضي إلى المحذور. نعم، فلو أبغض العرب لأدى هذا إلى بغض الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه عربي، فيكون هالكا، لأن من أبغض الرسول صلى الله عليه وسلم فقد هلك. نعم، وارتد عن دين الإسلام. فهذا من باب سد الوسائل التي تفضي إلى غايات محرمة، ومن باب التحذير من أن يسير الإنسان على عادات الناس وتقاليد الناس دون تمحيص ونظر إلى ما تؤدي إليه من المحاذير. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم بغض العرب سببا لفراق الدين، وجعل بغضهم مقتضيا لبغضه. سببا، ليس هو فراق للدين مباشر، ولكنه سبب لفراق الدين، لأنه إذا أبغض العرب يلزم من ذلك بغض الرسول صلى الله عليه وسلم وبغض ما جاء به، حينئذ هذه ردة صريحة عن الإسلام. ويشبه أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم خاطب بهذا سلمان وهو سابق الفرس ذو الفضائل المأثورة، تنبيها لغيره من سائر الفرس لما علمه الله من أن الشيطان قد يدعو بعض النفوس إلى شيء من هذا. نعم، وربما يكون الرسول صلى الله عليه وسلم خاطب سلمان رضي الله عنه مع أنه سابق الفرس إلى الإسلام وله المقامات المعروفة في الفضل، لينبه غيره. إذا كان هذا لو حصل من سلمان هلك، فكيف بغيره؟ وهذا كقوله تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فهو من باب التنبيه بالأعلى على الأدنى. نعم، كما أنه صلى الله عليه وسلم لما قال: يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا، يا عباس عم رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا، سلوني من مالي ما شئتم، كان في هذا تنبيه لمن انتسب لهؤلاء الثلاثة ألا يغتروا بالنسب ويتركوا الكلم الطيب والعمل الصالح. نعم، وهذا فيه التفات إلى ناحية أخرى، وهي أن من كان من بني هاشم ومن قرابة النبي صلى الله عليه وسلم لا يغتر بذلك ويترك العمل، ويظن أن قربه من النبي صلى الله عليه وسلم سينجيه من عذاب الله عز وجل، فإنه لا ينجي من عذاب الله إلا الإيمان والعمل الصالح وليس النسب، كما قال صلى الله عليه وسلم: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فهو نبههم ألا يتكلوا على نسبهم وقربهم من الرسول صلى الله عليه وسلم ويتركوا العمل أو يقلوا منه اتكالا على نسبهم. ولهذا قال جل وعلا: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ليس الكرامة بالنسب، والقرابة من الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال: يا فاطمة، خص أولا يا فاطمة بنت محمد، يا عباس عم رسول الله، يا صفية عمة رسول الله، سلوني من مالي لا أغني عنكم من الله شيئا. فإذا كان هذا الخطاب لأقرب الناس إليه، وأنه لا يملك لهم من الله شيئا، فكيف بغيرهم؟
والحاصل أن هذا فيه تنبيه لقرابة محمد صلى الله عليه وسلم والمنتسبين إليه أن لا يغتروا بذلك كما يحصل من بعض الجهلة الذين ينتسبون إلى البيت ويزعمون أن هذا يكفيهم وأنهم سيدخلون الجنة بمجرد ذلك. حتى قال بعضهم لا ما لي من ألوذ به، يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم، إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا قل يا زلة القدم. هذا وهذا الناظم ليس من قريش ولا قريبا منهم، فكيف فإذا كان القريبين من الرسول صلى الله عليه وسلم بنته وعمه وعمته لا يغني عنهم من الله شيئا، فكيف يغني عن هذا الشاعر الذي حتى إنه قال فإن لي ذمة منه بتسميتي محمدا وهو أوفى الخلق بالذمم. فهذا من المبالغات والمغالطات التي ما أنزل الله بها من سلطان ولا ينفع الإنسان إلا عمله. نعم، أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. شرح الكتاب صاحب الفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، شكر الله لشيخنا ما تكرم به من الشرح والبيان، وشكر لكم حسن استماعكم. حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.